السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الماس برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني. وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية ليسون 65، والنهاردة هنبدأ نشرح ليسون 66. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 66 يا أصحابي بنتكلم فيها عن ال place value. ال place value أو القيمة المكانية للأرقام للأعداد. فلازم نكون عارفين إن أي نمبر في الدنيا بيتكون من خانات. الخانات دي كل خانة منهم أو كل عدد منهم بيكون ليه قيمة معينة. فمثلا عندنا الونس، الونس أو الأحاد. الونس أو الأحاد بيبقى أي رقم في الونس قيمته زي ما هي. يعني لو عندي 1 في الونس هو قيمته الحقيقية 1، 2 2 3 3، وهكذا. لما نتنقل للخانة اللي جنب منها على طول اللي هي التنز، اللي هي العشرات باللغة العربية، الوان في التنز بتساوي 10. يعني لو عندي رقم واحد في خانة التنز بتكون قيمتها الحقيقية 10، لو عندي 2 بتكون قيمتها الحقيقية 20، لو عندي 3 بتكون قيمتها الحقيقية 30، لو عندي 4 بتكون قيمتها الحقيقية 40، وهكذا. فدي اسمها place value. place value أو القيمة المكانية. وهنا بيعلمنا ان احنا نستخدم place value أو القيمة المكانية دي في ان احنا نعمل عملية addition أو جمع، نعمل عملية subtraction أو طرح للأعداد من بعضها. وناخد ده بالتفصيل دلوقتي، وهيدينا بعض story problems. story problems أو مسائل كلامية علشان يعلمنا ويعرفنا ازاي نقدر نستخدم place value أو القيمة المكانية للأرقام في الاديشن او الجمع والسبتراكشن او الطرح زي ما قلنا من شوية. فهنا lesson 66 بيقول لنا apply التطبيق، وبيقول لنا solve the story problems، يعني حل المسائل الكلامية. write your answer، اكتب اجابتك inside في داخل the following frame الاطار الموجود بالاسفل. اول ستوري بروبلم المفروض التيتشر بتاعنا هيقولها لنا في الكلاس روم، هي هنا هوت مكتوبه حتى في دليل المعلم. بيقول لنا my grandmother، جدتي، gave me، اعطتني 55 pounds 55 جنيه for my birthday لعيد ميلادي. I bought، انا اشتريت، a stuffed bear دب محشو. stuffed يعني محشي، و bear طبعا كلنا عارفين ان هو دب. for 34 pounds بتمنه 34 جنيه. how many pounds do I have left، how many pounds كم جنيه do I have left اتبقى معايا. يبقى مرة تانية، my grandmother gave me 55 pounds for my birthday. I bought a stuffed bear for 34 pounds. How many pounds do I have left؟ فزي ما قلنا من شوية يا أصحابي إن إحنا المفروض هنستخدم ال place value أو القيمة المكانية علشان نقدر نحل ال story problem دي أو المسألة الكلامية دي. فهنا طبعا هنعرف إزاي الفلوس اللي بقت معاه. شاطرين، هنطرح قيمة ال stuffed bear أو الدب المحشي ده اللي هو قيمته 34 pounds من ال 55 pounds اللي ال grandmother ادتهم له. فهنكتب هنا 55 ناقص 34 equals بيساوي، زي ما احنا شايفين يا أصحابي ان ال 55 متكونة من خانتين، من مكانين. اول place اللي هو الوانس او الاحاد، وزي ما قلنا من شوية ان الوانس دي اي رقم فيها هو قيمته زي ما هي. اما ال place اللي جنبها او المكان اللي جنبها دي التنس او العشرات،
والتنس اي رقم فيها بيكون مضروب في 10، يعني الوان بتبقى قيمته الحقيقية 10، التو بتبقى قيمتها الحقيقية 20، الثري بتبقى قيمتها الحقيقية 30 وهكذا. فهنا عندنا ال 55 هنشيل منها ال 34 او ال 34 equals. اول حاجة في عملية ال subtraction او عملية الطرح بنبدأ بطرح ال ones من ال ones اللي زيها، فهنا نشيل ال 4 الموجودة في المكان بتاع ال ones من ال 5 الموجودة برضو في مكان ال ones، فهنشيل ال 4 من ال 5 المفروض يتبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين 1، فهنكتب هنا 1. بعدين بنطرح التنس من التنس اللي زيها، فهنشيل 3 من ال 5، 3 من 5 هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين 2، فيبقى المفروض ان الفلوس اللي اتبقت معايا كام دلوقتي؟ شاطرين 21 باوندز، 21 pounds أو 21 جنيه. I have 21 pounds left with me. اتبقى معايا 21 جنيه. دي أول story problem أو أول مسألة كلامية المفروض هنحلها مع بعض في الكلاس روم. طب المسألة اللي بعد منها بيقول لنا هنا إيه يا أصحابي؟ علي and his brother. علي وأخوه put their money وضعوا فلوسهم together معا to buy a video game to buy a video game علشان يشتروا لعبة من ألعاب الفيديو. علي had 42 pounds علي كان بيملك 42 جنيه and his brother had 57 pounds وأخوه كان بيملك 57 جنيه. How much money كم كمية المال do they have all together كم كمية المال اللي هما الاتنين بيملكوها مع بعض. يبقى مرة تانية علي and his brother put their money together to buy a video game. علي had 42 pounds and his brother had 57 pounds how much money do they have all together. فالمفروض هنا يا اصحابي هنجمع ولا هنطرح؟ هنعمل addition ولا هنعمل subtraction؟ شاطرين هنعمل addition عشان نعرف كمية الفلوس اللي هما الاتنين بيملكوها مع بعض. هنجمع الفلوس بتاعت علي اللي هي ال 42 pounds مع الفلوس بتاعت اخوه اللي هي ال 57 pounds وعشان نعرف هما بيملكوا قد ايه. فهنكتب هنا 42 plus 57 equals، وزي ما احنا عارفين طبعا كلنا ان plus هنا هي علامة الاديشن او عملية الجمع، وزي ما اتعلمنا في السبتراكشن من شوية ان احنا بنطرح الوانس من الوانس وبعدين التنس من التنس، برضو في عملية الاديشن هنعمل كده، هنجمع الوانس على الوانس وبعدين التنس على التنس علشان نعرف القيمة الإجمالية للفلوس مع بعض كلها. فأول حاجة هنجمع ال 7 plus ال 2. ال 7 هنا ال place بتاعها في ال ones وال 2 هنا ال place بتاعها برضو في خانة ال ones، فهنجمع ال 7 على ال 2. 7 plus 2 كام يا أصحابي؟ شاطرين 9، فهنكتب 9 في خانة ال ones. وبعدين هنجمع التنس على التنس اللي زيها، فهنجمع ال 5 plus 4 equals كام يا أصحابي؟ شاطرين 9، فيبقى عندنا 9 في الخانة بتاعت التنس كمان، فيبقى عندنا 9 في خانة ال 1 و 9 في خانة التنس، يبقى 99 pounds. 99 pounds أو 99 جنيه زي ما احنا شايفين كلنا. ودي أهمية الـ place value أو القيمة المكانية للأعداد، نعرف يعني إيه ones ويعني إيه tens، وكمان بعد شوية كمان هنعرف يعني إيه hundreds أو يعني إيه مئات، إن كل رقم في خانة من الخانات دي بيبقى ليه قيمة معينة لازم نكون عارفينها علشان خاطر لما نيجي نجمع أو نطرح
نبقى عارفين قيمة الأرقام اللي احنا بنكتبها وبنقراها وبنتعامل بيها في حياتنا. طب الستوري بروبلم اللي بعد كده بتقول لنا سلمى was given، سلمى تم اعطائها يعني 29 pounds 29 جنيه for buying somethings علشان تشتري مجموعة من الأشياء. She bought، هي اشترت a basket of fruit سلة فاكهة، سلة من الفواكه for 14 pounds ب14 جنيه. How many pounds does Selma have left؟ كم جنيه اتبقى مع سلمى دلوقتي؟ مرة تانية، Selma was given 29 pounds for buying some things. She bought a basket of fruit for 14 pounds. How many pounds does Selma have left؟ فالمفروض دلوقتي هنعمل عملية subtraction ولا عملية addition يا أصحابي؟ شاطرين subtraction، لأن دي عملية طرح. هنطرح طبعا قيمة الـ basket of fruit من الفلوس اللي مع سلمى اللي هي الـ 29 pounds أو الـ 29 جنيه علشان نعرف هي تبقى معاها كام. فهنكتب هنا 29 minus 14، بعدين هنقول equals علشان نعرف القيمة البقية. فأول حاجة هنطرحها يا أصحابي الـ once ولا الـ tens؟ شاطرين طبعا بنبدأ بالونس زي ما تعودنا، فهنشيل الفور من الناين. فور من الناين هيتبقى معانا كام؟ ناين ماينس فور هيتبقى معانا كام يا أصحابي؟ شاطرين فايف في خانة الونس، وهنشيل الون من التو المفروض في خانة التنس. ون هنشيلها من التو اللي في خانة التنس التانية، هيتبقى معانا كام يا أصحابي؟ شاطرين ون. يبقى هيبقى المفروض سلمى هيتبقى معاها كام يا اصحابي؟ شاطرين 15 pounds او 15 جنيه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل للستوري بروبلم الرقم 3، وهي بتقول آية saved، آية حوشت، آية ادخرت 33 pounds 33 جنيه in one month في شهر واحد. The next month في الشهر التالي she saved، هي ادخرت 24 pounds 24 جنيه. How much money does Aya have in all؟ كم من الفلوس، كم كمية المال اللي Aya بتملكها في المجمل؟ فمرة تانية، Aya saved 33 pounds in one month. The next month she saved 24 pounds. How much money does Aya have in all؟ المفروض هنا نعمل عملية subtraction ولا نعمل عملية addition يا أصحابي؟ شاطرين addition. هنجمع الفلوس اللي هي ادخرتها في ال first month أو في الشهر الأولاني plus الفلوس اللي هي عملت لها save في ال second month أو في الشهر التاني. فهنكتب هنا 33 plus 24 equals، المفروض هنجمع الونس ولا التنس في الأول يا أصحابي؟ شاطرين، هنبدأ بخانة الونس زي ما قلنا من شوية. فهنجمع الفور بلس الثري، فالمفروض فور بلس ثري يبقى إيكوالز كام يا أصحابي؟ شاطرين سيفن. وهنجمع التو بلس الثري، المفروض يبقى معانا كام يا أصحابي؟ فايف. يبقى التوتال كله كام؟ شاطرين 57 pounds او 57 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الستوري بروبلم اللي بعد كده بتقول لنا مصطفى was given 99 pounds، مصطفى تم اعطائه 99 جنيه for his birthday علشان عيد ميلاده. he bought، هو اشترى a new pair of shoes، جوز من الحذاء جديد يعني جزمة جديدة for 86 pounds ب 86 جنيه. how many pounds كم جنيه
Does Mustafa have left؟ اتبقى مع مصطفى. يبقى مرة تانية، Mustafa was given 99 pounds for his birthday. He bought a new pair of shoes for 86 pounds. How many pounds does Mustafa have left؟ فالمفروض هنا هنعمل subtraction ولا نعمل addition يا أصحابي؟ شاطرين subtraction طبعا علشان نشيل ال 86 من ال 99 علشان نعرف مصطفى اتبقى معاه قد ايه. فهنكتب هنا 99 minus 86 equals، المفروض هنشيل ال ones ولا ال tens الأول يا أصحابي؟ شاطرين هنطرح ال ones من ال ones، فهنشيل ال 6 من ال 9. المفروض لما نشيل ال 6 من ال 9 يتبقى معانا كام يا أصحابي؟ شاطرين 3، فهنكتب في خانة ال ones 3، ولما نشيل ال 8 من ال 9 بيتبقى معانا كام يا أصحابي؟ شاطرين 1، يبقى مصطفى هيبقى معاه 13 pounds أو 13 جنيه. وآخر story problem أو آخر مسألة كلامية عندنا، بتقول لنا طارق bought a book، طارق اشترى كتاب for 44 pounds ب 44 جنيه and a new football وكرة جديدة for 44 pounds ب 44 جنيه كمان. How much did طارق owe altogether؟ كام من المال طارق صرف في الإجمالي في المجمل؟ فهنا طبعا هنعمل subtraction ولا هنعمل addition يا أصحابي؟ شاطرين طبعا ده addition علشان أجمع تمن البوك مع النيو بول الكتاب تمنه 44 pounds plus الفوتبول كان تمنها 44 pounds هي كمان equals، فنجمع ال once على ال once وبعدين ال tens على ال tens. ال 4 بتاعت ال once مع ال 4 بتاعت ال once هتدينا 8، والفور بتاعت التنس مع الفور بتاعت التنس هتدينا 8 كمان. فالمفروض طارق مديون او انفق يعني 88 pounds او 88 جنيه. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 13 او صفحة رقم 13 واخر جزء في lesson 66 الماس جورنال او كراس الرياضيات. بيقول لنا هنا reflect on your learning، اعكس اللي انت اتعلمته. then ثم بعد ذلك create your own money story problem، اعمل المسألة الكلامية الخاصة بيك المتعلقة بالمال يعني. it can be an addition or subtraction problem، ممكن تكون مسألة جمع او مسألة طرح. فاول حاجة هنكتبها هنا، احنا عرفنا يعني ايه place value. place value او القيمة المكانية للارقام. تاني حاجة مثلا احنا كل واحد ممكن يتخيل story problem معينة. على سبيل المثال مثلا انا هقول I had 28 pounds 28 جنيه and I bought a new book، وانا شريت كتاب with 14 pounds ب 14 جنيه. so how much money do I have left؟ كم كمية الفلوس اللي بقت معايا؟ فنكتب هنا 28 minus 14، وهنطرح هنا ال 4 من ال 8 فيبقى معانا 4، وهنطرح ال 1 من ال 2 فيبقى معانا 1، يبقى معايا 14 pounds او 14 جنيه. هنا مفيش اجابة نموذجية، انت ممكن تتخيل الستوري بروبلم الخاصة بيك، تعمل اي مسألة انت ممكن تتخيلها. المهم ان انت تقدر تستخدم اللي احنا اتعلمناه النهاردة، وهو البليس فاليو في ان انت تعمل عملية اديشن او عملية جمع او تعمل عملية سبتراكشن او عملية طرح زي ما اتعلمنا من شوية. وبكده نكون انهينا درس النهاردة، اتمنى ان انت تكون استفدت. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.